رانا مقبول تروح البشره ديرها كيف يخشى في إطار تجسيد برنامج رئيس الجمهورية الهادف إلى تعزيز الأمن المائي، كان هناك برنامج تكميلي فيه إنشاء 5 محطات كبرى على طول الساحل الجزائري في كل من ولاية وهران، تيبازا، بومرداس، بجاية والطارف. في إطار هذا المشروع الكبير تم اتخاذ قرارات على مستوى مجمع صون أتراك بالتنسيق مع وزارة الطاقة والمناجم وفروع صون أتراك ساربي، جي سي بي، جي تي بي، إيناك وكوسيدار، الواقفة على الأشغال نتاع هذه المشاريع. التنسيق هذا ضمن انه نعمل جسر جوي لتسريع شويه التوريد نتاع التجهيزات، المضخات واللوازم واللواحق نتاع المشاريع هذه. والجسر الجوي هذا راح يدوم مده اسبوعين، يضمن 10 رحلات، وش يمكننا إن شاء الله باش نكونوا في الموعد المحدد لإنجاز هذه المشاريع. نشهد اليوم بفضل الله وصول أول شحنة من المضخات القادمة من دولة اليابان. هذه الشحنة المتمثلة في مضخات الداعمة المعززة بأنظمة استرجاع الطاقة، والتي ستكون في قلب المحطات الأربعة: محطة الطرف، محطة بجاية، محطة كاب جنات، ومحطة فوكا. ستتم العملية ويتم استلام شحنات على التوالي على طول شهر سبتمبر، وهذا حرصا منا نحن شركات الإنجاز تحت إشراف شركة الجزائرية للطاقة أوسي. نحن شركات ساربي، إناك، جي تي بي وكوسيدار، على السهر والتقدم بالأشغال ليل نهار للوصول وتسليم المحطات وبدء شرب الماء إن شاء الله في الأجال المحددة من السلطات العليا للبلاد. الحمد لله اليوم الجزائر عندها شركات وطنية جزائرية دارت فيها الدولة ثقة، وإن شاء الله رانا اليوم هنايا باش نكونوا في الموعد في ديسمبر إن شاء الله في آخر العام لبدء التزويد بالمياه إن شاء الله. قمنا بتوريد هذه المضخات ربحا للوقت عن طريق طائرة، وان شاء الله يعني هذه العمليه ان شاء الله راح نربحوا فيها وقت كبير ونكونوا في الموعد ان شاء الله لتسليم المحطات. الحمد لله اليوم تلقينا شحنه المضخات التي ستقوم بالجهود التي تبذلها شركة كوسيدار والشركات الأخرى لسون أتراك. إن شاء الله نقوم بجلب جميع المضخات لتسريع عملية تركيبها في الموقع